متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا محمد فراس. مرحبا بك يا محمد. إلى ما تشير المؤشرات، هل سيمضى يوم غد بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، أم أن الملاحظات والاعتراضات ستطال حتى تقرير اللجنة المالية النيابية؟ نعم، بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولى، المؤشرات من خلال تلك القراءة تشير أو تدل على أو إلى أن النواب عازمون على تمرير قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث. أغلب النواب اليوم يسعون لتمرير هذه الموازنة لما لها من أهمية بالغة لحياة المواطن والاقتصاد العراقي بشكل عام. هنالك اعتراضات، نعم هنالك مشاكل، هنالك مواقف من عدد من النواب أبرز هذه المواقف لأن تكون الموازنة لثلاث سنوات، وبينها نواب آخرون عن اللجنة المالية وأكدوا أن السنوات القادمة ستكون فقط كخطط استراتيجية وكبيانات استراتيجية ممكن التعديل عليها مع حلول الموعد القانوني لإقرار الموازنات للسنوات القادمة. مجلس النواب مخول وبحسب إحدى المواد الموجودة داخل الموازنة المرسلة من الحكومة العراقية بأن يغير وأن يكون هنالك اعتراض وان يعيدها للحكومه ان استوجب الامر، بالتالي هنالك مرونه كبيره وهذا الاعتراض لربما لن يؤثر على القراءه الثانيه اليوم غد. اما الاعتراض الاخر فهو بخصوص ما يخص ما للمحافظات المصدره للنفط والمنتجه للنفط عفوا من استحقاقات ماليه. نواب من هذه المحافظات اعترضوا مع وصول الموازنه الى البرلمان ومع القراءه الاولى، بينوا ان التخصيصات المالية قليلة جدا لهذه المحافظات، وبين أيضا نواب اللجنة المالية أن من الممكن المعالجة من خلال البترودولار. هذه الاعتراضات كلها، وأيضا هنالك مشاكل جانبية أخرى بين الكتل النيابية قد تكون عارض، لكنها لن توقف القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية. قانون الموازنة الاتحادية يوم غد في قراءة ثانية، وإن مرت القراءة الثانية فلن يتبقى الكثير على التصويت. قد تكون هنالك عقبات نعم، لكن الترجيحات والمؤشرات النيابية تدل على أن القراءة الثانية ستمر يوم غد، خصوصا بعد السرعة التي شهدها الجميع في إرسال التقرير من اللجنة المالية إلى رئاسة مجلس النواب، وتأكيد السيد محسن المندلاوي على أن القراءة ستكون يوم غد، والقراءة الأولى لم يمضي عليها الوقت الكثير. نتحدث أيضا بخصوص جلسة يوم غد، الجلسة 19 والمخصص لها في جدول الأعمال ثلاث مواد قانونية، هي استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية، والتصويت على مشروع قانون تعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. هذا القانون المهم الذي يهم شريحة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وأيضا القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لذات اللجان، أيضا لجنة العمل والمنظمات المجتمع المدني. نعم. إذن جلسة اليوم هي جلسة اعتيادية، وما هو مؤكد أن جلسة يوم غد ستكون للقراءة الثانية لقانون موازنة اتحادية، هذا القانون المهم الذي ينتظره الجميع والذي له. طيب، بحسب المعلومات لديك وردود الفعل محمد، قلت بأنه أغلب النواب يسعون لتمرير موازنة، ولكن في ظل المواقف الأخرى في المقابل هناك أعضاء أيضا في البرلمان يرجحون أن تستغرق مداولات الموازنة أسابيع عدة أخرى، فهل هذا أيضا متوقع؟ نعم، هذه كما ذكرت أن هنالك اعتراضات، وتأكيد النواب على أن هذه الاعتراضات من الممكن أن تحل يوم غد، ومن الممكن أن لا تكون عائق أمام تمرير الموازنة، لأن الجميع يعلم بأهمية هذه الموازنة وأهمية تمريرها في هذا الوقت تحديدا لما يعيشه العراق من أزمات اقتصادية. أما الاعتراضات الأخرى كما ذكرت فمن الممكن أن تعالج، ومن الممكن أن يكون هنالك مواقف لحلها، وأبرزها كما ذكرت هي أن تكون لثلاث سنوات، وهذه الثلاث سنوات للسنتين القادمتين هي بيانات وخطط استراتيجية من الممكن التعديل عليها والوقوف عندها كما هو في النص المادة ذاتها، وما حدده أو ما حددته الحكومة العراقية بمواد تمكن البرلمان. نعم. من العمل بمرونة كافية، حتى أن الأموال المخصصة قد تتغير في السنوات القادمة. والاعتراض على موضوعة المخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط فمن الممكن أيضا أن تعالج، لكن قد يأخذ الوقت، لكنها لن توقف
القراءة الثانية ولن توقف التصويت أيضا، نعم. لكن قد يستغرق وقت لحل هذه المشاكل والخلافات. نعم. مراسلنا من مبنى البرلمان محمد فراس كنت معنا، شكرا لك.